امبارح زي ما احنا يعني مهتمين ان احنا نتابع الشأن الخاص بالمباراة المقبلة لمنتخبنا الوطني، حقيقة ان مصر كلها امبارح كانت بتتابع منتخب مصر، ولكن تحت مسمى تاني، منتخب الأردن اللي بيقوده فنيا الكابتن حسام حسن. مباراة كانت في منتهى الأهمية، الأردن النشامة زي ما حضراتكم عارفين كانوا بيلعبوا أورجواي، المباراة انتهت بهزيمة ثقيلة لصالح المنتخب أورجواي اللي تمكن من الفوز الحقيقة 5 أهداف على منتخب الأردن. نتابع ردود الأفعال اللي كانت من هناك. معانا على التليفون كابتن شريف الخشاب، المدير الفني لنادي البقعة الأردني وأحد المتواجدين باستمرار طبعا في الأردن، يقول لنا التفاصيل اللي كانت امبارح في بعد المباراة واستقبال الجمهور والصحافة لما يتعلق بالنتيجة اللي كانت صادمة بالنسبة لنا هنا في مصر، وكنا بنأمل في تحقيق مفاجأة لأنه المعايير مختلفة والفرقتين في فارق في المستوى، لكن كنا بنأمل أنه الكابتن حسام حسن والجهاز الفني المعاون المصري كان ينجح في تحقيق هذه المفاجأة. كابتن شريف أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ابراهيم، تحياتي ليك ولكل الشعب المصري ولكل جماهير الكره في مصر، وسعيد ان انا موجود معاك. احنا اسعد. بسال حضرتك كابتن على ردود الافعال بعد مباراه الامس وهزيمه المنتخب الاردني ب5 أهداف دون مقابل. ردود الافعال يعني طبيعيه جدا، وخصوصا ان زي ما كلنا عارفين قبل المباراه كان جلاله الملك نفسه وكان الامير علي رئيس الاتحاد الاردني ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم، كان في تصاريح له كثيره مع المنتخب ومع الجهاز الفني للمنتخب ان احنا مجرد وصلنا لهذه المرحله هو يعتبر انجاز كبير للكره الاردنيه وللكره العربيه بصفه خاصه، وعايز وكل المطلوب من اللاعبين والجهاز الفني هو اداء بشكل جيد، اظهار الكره الاردنيه في شكل جيد، حتى لو كان في خساره يبقى الخساره مقبوله بشكل جيد. فيعني هم مجرد وصول حسام حسن والجهاز المصري للمرحله دي فهو انجاز كبير جدا للكره الاردنيه. فكان متوقع طبعا لما نقول ان انت بتلعب لعيبه في الملعب بس حوالي 200 مليون يورو قدام لعيبه تكلفتهم حوالي 200 مليون يورو لعيبه الاردن، فرق امكانيات، فرق خبره، فرق ترتيب عالمي، فرق مهاره، فرق بدني، فكان طبيعي ان احنا كلنا متوقعين ان النتيجه ما تكونش في صالح الاردن، ولكن مجرد النتيجه تقلها بس هو اللي كان مزعل شويه، ولكن كان كل الجماهير وكل الناس متقبله النتيجه. وعلى فكره هنا في الاردن عندهم ثقافه الفوز والخساره وان الرياضه فيها مكسب وخساره، وبالتالي ما فيش مشكله خالص بالنسبه لهم، كل الناس حيت اللعيبه بعد المباراه وما فيش اي مشاكل، خرجت في هدوء جدا بعد المباراه، بيطالبوا اللعيبه بيشكروهم على الاداء، لان انت لما تطلب من لعيب معين انك تاخد منه مستوى هو مستوى، يعني حضرتك عايز تقول ان كان في تعامل يديك 6 من 10 وبتشكره على الاداء. حضرتك كابتن شريف انا اسف للمقاطعه، بس حضرتك عايز تقول انه كان في تعامل منطقي شويه مع النتيجه وتعامل منطقي مع فارق المستوى بين الفريقين. كابتن شريف انا ما سمعتش يا ابراهيم، معلش عيد على حضرتك السؤال مرة تانية. حضرتك تقصد بكلامك ده انه استقبال الناس بشكل عام لنتيجة المباراة كان في قراءة منطقية وطبيعية لفارق المستوى بين منتخب الاردن وبين منتخب اورجواي؟ طبعا، وخصوصا ان يعني ما فيش حد فني يختلف معانا ان الفرق كبير جدا، ولكن هو طبعا انت تعرف لما تلعب كوره بيبقى في طموح، لعيبه نفسها كان عندها طموح رغم انهم عارفين الفرق، الجماهير رغم ان هم متوقعين النتيجه انما ما كانش في مانع ان هم عندهم طموح ان على الاقل مثلا يبقى الخساره بشكل افضل. حسام حسن والجهاز الفني اعتقد ان هم برضو عارفين الفرق والامكانيات، انما كانوا عندهم امل كبير ان هم يعملوا حاجه افضل. انت عارف ان حسام ما يعرفش ليه ياتي ابدا، حسام اصرار وروح حتى لو بيلعب بالبرازيل هو. طيب كابتن شريف على ذكر النتيجه، ودي سمه من سمات حسام، وده من ضمن مميزاته الكبيره اللي موجوده. كابتن على ذكر اسم الكابتن حسام حسن، تقبل النتيجه وكله بيفكر في المباراه الجايه الاسبوع القادم باذن الله، ان هم برضه يحاولوا يحسنوا الشكل
واعتقد ان الموقف شبيه بمباراتنا مع غانا، النتيجه ثقيله انما كل المطلوب هو تحسين الشكل. على ذكر اسم كابتن حسام حسن، هل اتكلمت معاه كابتن شريف من امبارح لحد النهارده ولا لا؟ لا والله ما حصلش اتصال امبارح. تعرف بعد المباراه بيبقى فيه يعني، هو حسام ما يقبلش الهزيمه تحت اي منطق يعني، وبالتالي هو يعني كلنا كل الناس بتفضل انه هو نفسه بيفضل انه يرتاح وما يبقاش فيه تصريحات. انما حسام من المدربين المميزين جدا ومعرفة كبيرة شخصية، انه هو بيفكر دايما في اللي في بكرة وما عنديش مشكلة خالص، والتفكير المنطقي انه هو متوقعين النتيجة، انما هو بيحاول يعمل فريق للأردن، بيحاول يدفع دفع بعناصر جديدة شابة يعني، هو بيشتغل على خطين متوازين انه يعمل نتيجة وفي نفس الوقت انه يبني منتخب جيد ويعمل احلال وتبديل في المنتخب، وده محسوب له وده كل الأردن هنا بيشيدوا بيه. كابتن بسأل حضرتك على ما تعلق بالأزمة اللي اتكلمت عنها الصحافة الأردنية بين عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني وما بين الكابتن حسام حسن، حقيقتها وتفاصيلها ايه؟ مفيش اي أزمة ابدا خالص ما بين عامر، بالعكس ده عامر مساند جدا للكابتن حسام، وعامر من اللعيبه احنا بنقول اللي المنتخب خسرهم في الفتره دي نتيجه ايقافه. عامر مش مستبعد، عامر هو كان موقوف المباراه ديت، وكان لو شفنا كلنا كان بين الطرفين حتى متحمس جدا ومتواجد عايز يحمس اللعيبه، انما ما فيش بينه وبين الكابتن حسام اي مشاكل خالص، بالعكس حسام محتضن الفرقه كلها، انما دايما انت عارف قد يكون ان في بعض اللعيبه غير عامر متحفزين شويه نتيجه ان حسام بيعمل احلال وتبديل، وبالتالي بعد احلال وتبديل معناه انك بتنزل بمتوسط الاعمار للمنتخب بتقلله شويه، وبالتالي اللعيبه الكبار في السن. طيب اخر سؤال، اخر سؤال يا كابتن، متحفزين شويه انما اذا كنت عايز تنجز وتعمل فريق يبقى لازم تشتغل على الخط السليم. طيب اخر سؤال لحضرتك كابتن، ما تعلق بالبقاء او الاستمرار للكابتن حسام حسن في قيادة المنتخب الاردني بعد المباراة المقبلة، هل بتتوقع انه يستمر ولا خلاص بينتهي المطاف كده ما بين الكابتن حسام حسن وبين المنتخب الاردني؟ بالنسبة للاتحاد الاردني والامير علي بيشيد في كل تصريحاته، والاتحاد نفسه بيشيدوا بالجهاز الفني المصري وبحسام حسن وبيشيدوا، وما حدش لمح او اشار ابدا من قريب او بعيد عن امكانية الاستغناء عن حسام وجهازه. وانما اذا كنت سألنا اتوقع اذا كان في توقع فهو قد يكون من حسام نفسه، ان حسام هو انت عارف ان حسام ما بيحبش الخسارة وممكن ياخد قرار ان هو يمشي، انما انا شايف ان كل الاردن وكل الاتحاد بيشيدوا بحسام، وانا عايز اقول لك مجرد الفوز على اوزبكستان والوصول للمرحله دي ده انجاز يحسب لحسام حسن وللجهاز، واعتقد ما فيش حد عاقل يقول كان متوقع ان الاردن يكسب اوروجواي، انما ما فيش خالص من الاتحاد الاردني ومن سمو الامير علي اي تلميح ان ممكن يكون في استغناء عن حسام، انما لو حصل هيبقى حسام هو اللي عايز كده. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن شريف الخشاب المدير الفني لنادي البقع الاردني على توضيحاتك فيما يتعلق بالهزيمه اللي لحقت بالمنتخب الاردني بالامس من منتخب اوروجواي بخمس اهداف دون مقابل في ملحق الصعود لكاس العالم.